مرحبا، بتعرفوا سوق مدحت باشا بدمشق القديمة؟ هذا السوق له قصة وحكاية، وصارت فيه قصص وحكايات بتورجينا كيف تميزوا السوريين أيامها بالصدق والأمانة. بدك تعرف الحكاية؟ خليك معنا. من زمان كانت العادة بموسم الحج إنه يجوا الحجاج على سوق مدحت باشا ويحطوا أماناتهم من مصاري وذهب بحي الله دكان من دكاكين السوق، وبعدين يسافروا. وكمان الحجاج اللي كانوا يمروا من سوريا بطريقهم للحج يعملوا نفس الشيء، وقت يخلصوا حج يمرقوا على السوق ويسترجعوا أماناتهم، وبعدين يتيسروا على بلادهم ومدنهم وبيوتهم. وبموسم من مواسم الحج إجا رجال حامل صرة حمراء وحط أمانة بدكان من دكاكين سوق مدحت باشا، ووافق صاحب الدكان بعد ما فتح الصرة قدام الزلمة وعد المصاري اللي فيها وطلعوا 3000 درهم، وأخذ هالزلمة درب طريقه وتيسر على الحج. بعد شهرين رجع الحج وفات على الدكان فما لقى صاحبه، سأل عنه قالوا له إنه بالبيت عم يتغدى ومو مطول ليرجع. ووقت الرجع طلب الحج أمانته فسأله صاحب الدكان قديش حطيت عندي؟ قال له 3000 درهم. قال له شو اسمك؟ قال له اسمي فلان ما تذكرتني. صفن شوي صاحب الدكان وسأله إمتى حطيت أمانتك عندي؟ قال له بيوم كذا بشهر كذا. بس هون الحجي بلش يشك من أسئلة صاحب الدكان وخاف ليكون هالتاجر بده ينكر الأمانة. رد سأله صاحب الدكان شو لون الصرة يلي حطيتهم فيها؟ قال له الحجي حمرة. قال له التاجر تفضل ارتاح، رح أروح أجيب لك أمانتك من المستودع وارجع. قعد هالحجي وقت مو قليل وأفكاره عم تاخده وتجيبه. وين راح التاجر؟ وليش تأخر؟ وبعد وقت اجى التاجر بإيده صرة حمراء وفيها 3000 درهم وعدن الحجي وتأكد منهن وتشكر التاجر وحمل حاله ومشي. وهو ماشي بالسوق شاف شي غريب، قرب ليتأكد، فات على الدكان، وكانت المفاجأة إنه هي الدكان يلي حط فيها أمانته مو هديك. هون شافه صاحب الدكان وعرفه مباشرة وسلم عليه وهناه بالحج، وفات على غرفة جوات الدكان وطلع له منها الصرة الحمراء يلي فيها مصاري. هذا الزلمة اندهش وأخذ صرته ورجع لعند التاجر الأولاني وحكاله القصة وإنه هو كان مخربط بالدكان ولقى الدكان يلي حاطت أمانته فيها، وسأله كيف أعطيتني المصاري وأنا مو حاطتهم عندك بالأصل؟ قال له التاجر والله إنه ما كان معي غير 500 درهم، وقت إجيتني تطلب أمانة أنت حاططها عندي، فكرت إنه أنا إذا قلت لك ما لا عندي رح ترجع عبلدك مكسور الخاطر وتحكي بين الناس إنه أمانتك انسرقت منك بالشام، ورح ينحكى عن أهل الشام إنه انخانوا الأمانة، فتركتك هون ورحت بعت بضاعة عندي طلع حقها 1000 درهم، وتدينت الباقي من تجار السوق لكملتهم على 3000 وعطيتك ياهن. الحجي هون كان عم يسمع التاجر وكأنه عم يسمع حكاية مو معه صايرة، وقال له هلأ عرفت ليش بلادكن معروفة بالأمانة.